سئلت قريبا ليس ببعيد عن مسألة القدر والإرادة الحرة، يعني free will and destiny زي ما نضل نحكيها بالإنجليزي. إحنا أنت صار عمرك 22 سنة، أو أنت أيها المستمع أو مستمع طيبة، أنت صار عمرك 22 سنة، خلص طولك توقف، هذا قدر. وزنك 150 صار بعد ال 22 او 27، لا هذه ارادتك الحره وانت اللي وصلته لهي الحاله وبدك تنزله، لانه هون ارادتك لازم تلعب دور. للاسف الشديد قد استخدم هذه الكلمه الاحمق منا او من النفس البشريه، يعتبر الحاضر هو الجحيم والمستقبل هو القدر، وفيش إرادة، الإرادة كانت يمكن في الماضي، فهاي كارثة بحد ذاتها. الإنسان منا لازم دائما يفعل إرادته الحرة ويؤمن إنه في أشياء فعلا من قدريات الحياة، ويكون عنده إيمان إنه هذا الكون موزون ومضبوط، وربنا بيساعد اللي بيساعد نفسه، ربنا بيساعد الإنسان اللي بيساعد نفسه. وأعتقد وضحت الصورة هيك أكتر، يعني أعقل وتوكل بما معناه يعني هو.